طبعا احنا خالد احنا نتواجد في الملعب قبل المباراة ب7 ساعات، ويبتدي الشغل معاهم من تقريبا ماينس 6 ساعات تقريبا، يبتدي الشغل مع الفيفا في امور كثيرة. اهم نقطة عندهم هم احترام الكرة، واللي هذه بعض الجماهير كانوا يعني يلومون فيها بعض المخرجين، انه ليش ما يعيد هذا اللقطه، ولا ليش ما يعيد اللقطه الفلانيه للاعب الفلاني. احنا عندنا في نظريه، الله يسلمك، عندنا وقانون هو يعتبر احترام الكره في ارضيه الملعب. دام الكره في ارضيه الملعب يعني لا يمكن لاي مخرج او اي حد يشيل الكاميرا عن الكره في ارضيه الملعب، هي لها احترامها في ارضيه الملعب. بعد ما تطلع الكرة من أرضية الملعب يمكن للمخرج أنه يعيد اللقطة. بس مثلا أمس صارت، كان في عتاب من أخواني جمهور الجزائر على أني ما غطيت لقطات بلايلي. بالعكس، بلايلي أمتعنا أمس، وكان ودي أني يكون عندي الوقت والفرصة أني أطلع لقطاته. لكن فريق منتخب قطر كان خسران 1-0، ومنتخب الجزائر متقدم، ومباراة حساسة في نصف النهائي. فإذا الكرة عند منتخب قطر راح يلعب بسرعة، فما في مجال أني أحط اللقطات ولا أني أستعرض بالعكس حمد لقطات الإعادة في أخوي حمد. بالعكس، نعم. أنت أمس حطيت أحسن لقطة حق بلايلي، نعم. فرحته يوم راح عند المساعد الأول، كنا سوبرمان غبز عليه كذا. أحسن صحيح. أول مرة أشوف اللقطة غريبة، تابعت بدقة أنت ما شاء الله عليك يعني. اي والله، انا اشوف الحمد لله توفقت فيها هذه، حتى هم الفيفا امس علقوا فيها، كلموني اليوم الاخوان في الفيفا وكانوا مبسوطين من هذه اللقطه. جدا لقطه عجيبه الصراحه، يا ليت يعيدها الحين، يا ليت يعيدها لنا الحين اخوك عبد الله الرياشي لنا. عجيبه الصراحه يعني، خوف المساعد وبعدين ما راح على اليمين. شوف اي صحيح. في لقطات كثيره حمد، انا اشوفها يعني ما شاء الله من اجمل اللقطات. والبلايلي كان امس رائع في المباراه صراحه، اذهلنا، وان شاء الله انه يستمر مع نادي قطر بهذا المستوى ان شاء الله. والله سمعنا اخبار الجديد اليوم عن بلايلي انه رايح، يقولك طالع. اي والله سمعنا انه طالع، يقولك عنده عرض، يقولك حمد ان انت